وسهلا بيكم في فيديو جديد من قناتنا ألعاب الأطفال. جايبالكم النهارده حاجة جميلة قوي هنلعب بيها مع بعض أنا وإليسا وأنا وإنتوا كمان، وهي بيض المفاجآت. أنا عملته بالصلصال. هنبدأ بأول واحدة ونشوف محطوط جواها إيه. لونها أخضر وفيها كمان ألوان تانية، فيها أسود خفيف قوي، شايفين؟ هنفتحها دلوقتي ونشوف جواها ايه. شكلها مفيش جواها حاجة. هنشوف التانية. التانية لونها لبني فأزرق، لونها حلوة قوي وفيها كمان جليتر، شايفين؟ عاملة زي لون البحر. ياريت تكون جواها حاجة. اوه جواها شوز، شايفين شكله حلو ازاي؟ عامل زي الازاز، عامل زي الشوز بتاع سندريلا. شكله بجد حلو قوي. انا هدي لإليسا، هتفرح بيه جدا لانه شكل الشوز بتاعها. اتفضلي يا إليسا. هشوف بعد كده البيضة التانية، هدور وشكل مفيش جواها حاجة. هنشوف اللي بعدها. دي كمان مفيش جواها حاجة، شايفين؟ ديت لونها قد ايه جميل، فيها الوان حلوة قوي وكتيرة، فيها اصفر وبنفسجي وازرق. هدور للأسف برضو دي مفيش جواها اي حاجة. هشوف اللي بعدها، ياريت يكون في جواها حاجة ألعب بيها. في دلوقتي تلاتة، واحدة بيضوية والتانية أصغر منها شوية اللي هي الخضرة، والتالتة اللي هي البنفسجي أو الزرقاء أسفة الكبيرة دي اللي ورا. هنشوف دلوقتي فيهم ايه. أتمنى اللي يكون جواهم لعب كتير. هبدأ بدي، فتحت على طول كويس. جواها آيس كريم فانيليا، شكله حلو قوي. انا هدي المره دي لانا، هتفرح بيه جدا. او ممكن يعني تقسموه انتوا الاتنين مع بعض، شويه لإليسا وشويه لانا. لازم يا انا تدي لإليسا كمان، مش كده؟ لان مفيش غير ايس كريم واحد بس. هنشوف البيضه اللي بعد كده الخضراء، فيها جليتر. هندور، مفيش برضو جواها اي حاجة. فاضل كده اخر واحدة، البيضة الاخيرة، شايفين شكلها؟ يعني في جواها حاجة عملاقة جدا، شايفين؟ متزوقة برا بالجليتر وبكور تقيلة على فكرة. لا المرة دي انا متأكدة ان في جوا حاجة، وفي جوه حاجة فعلا. يا ترى ايه ده؟ ده فستان. الله جميلة قوي، عروسة، شايفين شكلها حلوة قوي. لابسة فستان لونه بنفسجي في بينك وتاج لونه فوشيا، عينيها لونها زرقاء وشعرها معمول ضفيرتين، شكلها حلو جدا. وكمان التاج بتاعها جميل قوي، ولابسه كمان توكه لونها ذهبي، شايفين قد ايه شكلها جميل؟ انا مبسوطه قوي ان انا لقيت العروسه دي في الاخر. عندنا بين مفاجآت كتير قوي، بس ما طلعناش غير بتلات، بس تلات هدايا
زي ما انتوا شفتوهم كده. انا هسيب الشوز لليسا والايس كريم لانا، وهاخد العروسة ليا انا العب بيها، انها عجباني قوي، هحطها في الاوضة بتاعتي. اتمنى ان الفيديو بتاعنا يكون عجبكم وتكون الفكرة كويسة، وتقدروا ان انتوا تعملوا كده بالالعاب بتاعتكم وتفاجئوا بعض انتوا واصحابكم، وتعملوا بيض مفاجآت كتير قوي وتحطوا فيه قطع صغيرة من اللعب، وفي الاخر تجمعوا الهدايا وتوزعوها على بعض، وكمان تلعبوا بالصلصال وتعملوا بيه اشكال تانية كتير. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، متنسوش اللايك. شكرا لكم، باي باي.